اهلا بحضراتكم مره تانيه مشاهدينا. خلينا نبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا، فقره الاخبار. اول حاجه عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيده قرينته نظيره الصربي لبحث بعض القضايا محل الاهتمام المشترك. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مره تانيه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والسيدة قرينته في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيس الصربي لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية استناداً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف، فضلاً عما تشهده من زخم متنام مؤخراً. وقد اختتم اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين. وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك ألقى خلاله السيد الرئيس بياناً استعرض فيه نتائج المباحثات بين الجانبين، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وجهود تعزيز الاستقرار في منطقة غرب البلقان، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع، وكذا جهود دفع مسار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. على مدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل ومن غير شرب، بس يبقى في أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني، وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل
بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض، مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكتر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة، بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل 20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار بزيادة الضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. زي ما تابعنا في الفاصل وارتفاع الاحتياطي النقدي يعني اهتمام الدولة الكبير بالأمور الاقتصادية، أعلن صندوق النقد الدولي بأن الجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي والمزيد من التمكين للقطاع الخاص. احنا التفاصيل أكتر هيكون معانا على هاتف دكتور وليد جبلة،
الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير يا زين نرمين وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني الاحتياطي النقدي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار، يغطي حوالي 8 شهور من واردات السلع لمصر. إحنا عايزين نعرف من حضرتك أهم الإجراءات اللي تمت لتحقيق هذا الإصلاح الاقتصادي يا فندم. طبعا هو زيادة الاحتياطي النقدي هو نتيجة، هو ليس سبب، نتيجة لإجراءات إصلاحية قامت بها مصر. مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وهي تقوم بإجراءات إصلاحية رغم صعوبة التحديات، يعني اللي كانت بدأ بتحدي الإرهاب، ثم انتقلنا إلى تحدي كورونا، إلى تحدي الحرب الأوكرانية، إلى تحدي حرب غزة، وفي وحالة الاضطراب الاقتصادي الشديدة الذي تضرب الاقتصاد العالمي. ففي ظل كل هذه التحديات بدأت مصر مسار إجراء إصلاحات منذ نوفمبر 2016، إلا أنني يعني عندما أركز على الإجراءات الأخيرة، فمع صعوبة التحديات العالمية بدأت مصر ومنذ نهاية مارس الماضي في إجراءات تصحيحية جديدة، منذ أن تم توقيع صفقة رأس الحكمة التي ساعدت في ضخ نحو 35 مليار دولار في جسد الاقتصاد المصري خلال أقل من شهرين، فضلا عن حزم تمويلية تصل إلى نحو 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، تساعد على سد الفجوة التمويلية التي عانت منها مصر بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية. هذه الإجراءات ارتبطت وواكبت اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن العديد من المحاور التي من أهمها التوجه نحو مزيد من التمكين للقطاع الخاص، والتطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة، وإعادة هيكلة الدعم، وبعض الإجراءات المتعلقة بالإدارة المالية، بتطوير الإدارة المالية للدولة، كل ذلك وغيره في إطار من الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تساعد الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي وإصلاح اقتصادي مستدام يساعدها على توقف الصدمات في إطار استراتيجية الدولة لعام 2030. طبعا. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك قدرة البرنامج الاقتصادي في الحفاظ على هذه المكتسبات يا فندم خلال الفترة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية او العالمية. هو طبعا البرنامج الاقتصادي هو برنامج مصري متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وقادر بالفعل على تشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية ومحلية وتشجيع الاستثمار المحلي أيضا، ولكن هي القضية قضية إدارة، البرنامج في ذاته قادر، ولكن الأهم هو فكرة الإدارة الجيدة. ومن هنا كان هناك تغيير حكومي لضخ دماء جديدة بحيث تكون أكثر قدرة وأكثر كفاءة على تطبيق البرنامج لكي يحقق مستهدفاته. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا هناخد دلوقتي او هنتكلم عن يعني تحت شعار معا نبني المستقبل. شفنا الكثير من الإصلاحات، وبما أننا كنا بنتكلم عن الإصلاح الاقتصادي كمان الإصلاح في البنية التحتية يعني مستقبل الوطن ومستقبل أبناء الوطن، شفنا مشروعات كثيرة جدا، حياة كريمة، حي الأسمرات، تطوير العشوائيات، بشاير الخير، الكثير من المشروعات. معا نبني مستقبل مستدام، وده اللي ألقى رئيس مجلس الوزراء بيان بشأنه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعني حول رؤية تطوير المناطق غير المخططة. أكدت الحكومة في برنامجها الناجح في الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة والأولوية في الفترة المقبلة لتطوير المناطق غير المخططة والعشوائيات. هنروح لتفاصيل أكتر مع الأستاذ عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم.
اهلا بحضرتك يا فندم. يعني اتكلمنا عن ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الامنه وازاي ان الحكومه بتعمل بشكل كبير على توفير حياه امنه وكريمه للمواطن. شفنا حي الاسمرات، بشاير الخير بمراحلها، شفنا يعني التطوير في البنية التحتية وإعادة تنظيم الأماكن غير المخططة. حضرتك شفت ده إزاي يا فندم من خلال برنامج الحكومة الجديد؟ إحنا الأول إحنا ملف تطوير العشوائيات دوت إحنا بنعتبره من أهم الملفات التي أهملتها الحكومات السابقة على مدار أكثر من 60 عام، برغم إن لها انعكاسات أمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، ولكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيرت النظرة تماما في هذا الملف وتحول من الإهمال إلى الاهتمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أول رئيس مصري يتحدى هذه المشكلة التي فشلت فيها جميع حكومات المتعاقبة. تعهد السيد الرئيس منذ توليه بالقضاء على المناطق العشوائية الغير أمنة اللي بيسكنها حوالي 1,600,000 مواطن في 357 منطقة عشوائية على مستوى المحافظات، وكانوا بيحتاجوا إلى 248,000 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 75 مليار جنيه. كل هذه الإنجازات تمت في يمكن ظروف اقتصادية صعبة جدا مرت بها منذ تولي السيد الرئيس. استلم تلك مليئة من المشاكل في كل القطاعات، كان في مظاهرات وإرهاب، ولكن عجلة الإنتاج أو إنشاء المشروعات وتوفير حياة كريمة للمواطن كانت من أهم أهداف السيد الرئيس. شفنا افتتاحات عديدة لجميع مشروعات مهمة في جميع محافظات مصر. تم إنشاء الأسمرات 1 و2 و6 في المرحلة الخامسة، وتم نقل أهالينا من مناطق الدوية أو عزبة خير الله واستبل عنتر، هذه المناطق اللي كان أهالينا كانوا عايشين على أوهام أو إنجازات ليس وعود كاذبة وليس في إنجازات ملموسة على الأرض ليهم. كانوا يعني ما حدش كان يتخيل إن هذه الإنجازات تتم، كانت حلم بالنسبة ليهم اللي هم يتحولوا أو يتم توفير مساكن آدمية وصحية. كانوا عايشين بدون مرافق وبدون مساكن آدمية، وكان حياتهم في خطر في أي لحظة. وشوفنا يمكن حادث الدوية في 2008 اللي راح أكثر من 100 شهيد مواطن، وشوفنا حوادث كبيرة جدا وإهمال كبير جدا ومناطق بدون مرافق ولا بنية تحتية. الملف ده بيعتبر من أهم الإنجازات اللي تمت، لأنه كان ملف محتاج إمكانيات مادية كبيرة جدا ومحتاج رئيس قوي يتابع كل هذه المشروعات وكل هذه الإنجازات. وأيضا الرئيس كان بيدي تعليماته بتوفير كل هذه الوحدات باستلام المواطن الوحدة كاملة الأساس والفرش والتجهيز وتوفير رعاية صحية، وده ما كانش يمكن مش موجود في أي دول العالم اللي بيتم توفير هذه الوحدات. يمكن مصر حاليا بسبب هذه الإنجازات، يمكن العالم كله بيتحدث عن هذه الإنجازات، ومصر بقت متميزة في هذا الملف. ويمكن لما البنك الدولي يشهد بهذه التجربة وبيجبر الدول اللي هي بتطلب مساعدات في الإسكان أو تطوير عشوائيات، اللي هي الأول بتطلع على التجربة المصرية قبل أن يصرف لها المحن أو القروض، لأن إنجاز كبير جدا حصل في خلال السنوات الماضية في هذا الملف اللي كان بيعتبر عقبة أو بيعتبر ملف شاق في حياة المواطن المصري خلال السنوات الماضية. احنا شفنا يمكن كمان من أهم إنجازات هذا الملف يمكن توفير وحدات سكنية، لأن برضو منذ بداية السيد الرئيس يمكن من 2014 وهو أول حاجة أعلن عليها إعلان توفير مليون وحدة سكنية، لأن من أهم المشاكل اللي كانت بتواجه الدولة أو بتساعد على انتشار العشوائيات في مصر هي عدم توفير وحدات سكنية للشراء أو لمحدود الدخل. فبالتالي الدول أو الحكومات في السابق كانت بتسيب المواطن بيبني بطريقة عشوائية وغير منظمة ومخالفة مباني دولة، فبالتالي ظهر عليه هذه المناطق العشوائية التي تصل إلى 1,121 منطقة غير منظمة في جميع محافظات مصر. فبالتالي توفير وحدات سكنية سنوية حوالي 500,000 وحدة، فبيساعد على عدم انتشار هذه العشوائيات مرة أخرى وإنشاء مدن جديدة وحضرية.
طيب أستاذ عاطف، لو انتقلنا لملف تطوير عواصم المحافظات وال يعني والمدن الجديدة وتطوير يعني الأحياء القاهرة التاريخية، وصلنا لفين في هذا الملف يا فندم؟ طبعا احنا بعد في خطة الدولة وضعت خطة أيضا لتطوير المناطق الغير مخططة، اللي هي تم وضع ميزانية كبيرة جدا بميزانية تصل حوالي 850 مليار جنيه لتطوير المناطق الغير مخططة التي تصل مساحتها إلى 152 ألف فدان، لأن في بعض المناطق يمكن الدولة بتحاول هي تزود المساحة الخضراء في بعض هذه المناطق، بتحاول تنشأ مراكز للشباب عشان يقدروا يمارسوا فيهم هوايتهم، بتحاول في مناطق ناقصة فيها بعض الخدمات من مدارس أو مستشفيات أو مدارس، في مناطق بيبقى فيها البنية التحتية والمرافق وبعض المحاور والكباري لتوصيل هذه المدن الجديدة. يعني الدولة وضع خطة بحلول 2030 اللي يهم انتهاء من هذا الملف في جميع المحاور اللي هي المناطق العشوائية الغير آمنة والمناطق الغير مخططة اللي هي بتسعى الدولة للبدء في هذه المراحل. ويمكن الدولة بدأت في تطوير حوالي 89 منطقة غير مخططة حتى الآن، فبحلول 2030 هيتم الانتهاء من هذا الملف نهائيا، وإحنا شايفين افتتاحات المدن الجديدة اللي الدولة بتسعى إلى مواجهة الزيادة السكانية التي تصل سنويا إلى 2,600,000 مواطن، وأيضا لتوفير وحدات سكنية للقضاء على هذا الملف تماما. ويمكن السيد الرئيس يمكن قالها في أكثر من مناسبة بأن الدولة بتوفر وحدة سكنية أو مبادرة السيد الرئيس اللي هي شقة لكل المصريين، اللي ما فيش مواطن هيكون متوفر ليه كل الشروط ومش هياخد وحدة سكنية، فبالتالي الدولة بتضع هذا الملف اللي هي مش هيبقى فيه ظهور تاني للمناطق العشوائية بتوفير وحدات سكنية سنوية، لأن البلد بتحتاج، مصر بتحتاج حوالي 500,000 وحدة سنوية لمواجهة هذه الزيادة ومواجهة أيضا عدم ظهور عشوائيات مرة أخرى. مجهودات كبيرة جدا بتبذلها الدولة، ويمكن احنا شايفين افتتاحات الدولة فتحت يمكن حوالي 30 مدينة تم تنفيذها، وحوالي 22 مدينة أخرى يجري تنفيذها لمواجهة هذه التوسعات الكبيرة أو الخطط المستقبلية التي تستوعب هذه المدن حوالي 65 مليون مواطن بحلول 2050. بقى في الدولة بتضع خطط مستقبلية بعكس الأزمات أو الحكومات السابقة، ما كانش في خطط، كانت بتبقى في خطط أو بيانات بدون أي إنجاز ملموس على الأرض، ولكن إحنا بنضع الدولة دلوقتي بتشوف يمكن إنجازات كبيرة، يمكن يعني إحنا بنتمنى المزيد من الإنجازات. أستاذ عاطف أمين، رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك على كل ما استفدت به من معلومات. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل فقرة الأخبار مع حضراتكم مرة تانية. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. لمحبين الكرة، استقرت رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع عدد كبير من مسؤولي أندية الدوري الممتاز على إقامة دوري الموسم المقبل 2024-2025 من دور واحد، على أن يتم عرض شكل المسابقة خلال الاجتماعات المقبلة، وتحديدا عقب معرفة الفرق الهابطة لدوري المحترفين خلال الأيام المقبلة. احنا التفاصيل اكتر هيكون معانا على الهاتف كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك فندم.
اهلا بحضرتك يا فندم. يعني عايزين حضرتك تدينا فكره عن المقترح لو نشرحه للناس اكتر. والله اولا الحمد لله ان احنا النظام اللي بيفكروا فيه ده احنا نادينا دي من زمان ونادينا ان حركه تعمل شكل استثنائي للدوري عشان المواسم عندنا كلها مضغوطه والدوري بيخلص وقت متاخر جدا. احنا في يوليو اهو لسه فاضل لنا يعني ممكن جدا الدوري ينتهي على نهايه اغسطس وممكن يمتد كمان, ودي يعني ما بتحصلش اي كل دول العالم خلصت, حتى الدول اللي ظروفها زينا بالظبط زي المغرب وتونس واللي فرقها وصلت نهائي دوري ابطال او لعبت في الدوري الافريقي او غيره خلصوا الدوري وخلصوا الكاس كمان. فاحنا طبعا يعني فكره ان يتعمل شكل جديد هو ده المناسب والمطلوب. حضرتك قلت الامور المقترحه في وجود الاجتماع هيبقى يتلعب من دور واحد, يعني يلعبوا في ملعب محايد, يعني مثلا الزمالك بيقابل الاسماعيلي لا يلعبوا لا في القاهره ولا الاسماعيليه يلعبوا مثلا في المحله مثلا. الاهلي بيقابل مثلا المصري يلعبوا مثلا في اسكندريه وهكذا يعني يعني بدل ما يبقى مثلا على ارض على الارض محايد. مره وارض الضيف مره فتبقى مره واحده, لا مره واحده بس ويكون في ملعب محايد, لا على ارضك ولا على ارضي, في ملعب محايد بالنسبه لنا احنا. وبعد كده ممكن جدا ياخدوا بقى الاربعه الاوائل ويعملوا ما بينهم دوري ذهابا وايابا. ده شكل المسابقه المقترح. فبقى انت وفرت كتير قوي كده, يبقى عملتي 17 اسبوع في المرحله الاولى اللي هي الدور الواحد, وبعدين بعد كده حضرتك هتعملي 6 اسابيع. تعملي 6 اسابيع لو عملتي ذهاب واياب بين الاربع فرق يبقى 23 اسبوع, يبقى انت وفرتي كده 11 اسبوع. يعني ده يا فندم هيساعد ان ما يكونش في مباريات مؤجله كتير مثلا؟ ده هيختصر من المسابقه حوالي شهرين ونص تاني. شهرين شهرين ونص, وطبعا دي تفرق. يعني انت دلوقتي النهارده في يعني بنقول ان الدوري يخلص في اغسطس, لا يخلص في شهر مثلا 6 شهر يونيو مثلا. ولو مقرر لي يخلص في سبتمبر مثلا او يخلص في يعني شهرين على الاقل, يعني الدوري يخلص في مرحله مبكره عما كان مقرر عنه. ده الاسلوب الافضل والامثل. واذا كنا بقى عايزين يعني نمشي زي العالم كله ما ماشي يعني. طيب يعني يا كابتن طارق ده ازاي برضه هيخلي او هيساعد في يعني ترتيب الصعود والهبوط في خلال الدوري؟ ما انت هتعملي حضرتك دوره ما بين الاربعه الاوائل وتعملي دوره ما بين الاربعه اللي في المركز الاخير. والدوره دي تبقى برضه ذهاب وعوده, وتحددي من خلالها الفرق اللي هي ممكن ان هي تنزل والفريق المتوج باللقب والترتيب طبعا. يعني ده يعد مقترح جيد جدا. وده احنا نادينا دي في كل برامجنا, وعندكم كمان انا قلت انه لازم النظام يتغير. مفيش مسابقه بتمتد في العالم لمده سنه. انت عارفه حركه الدوري الانجليزي والدوري الاسباني هيبداوا يوم كام؟ 11 اغسطس. يعني خلصوا خدوا الراحة وعملوا الإعداد وعملوا الماتشات الودية, ده 11 أغسطس. أنا حضرتك هننتهي في آخر أغسطس ده أغلب الظن يعني. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي, كنت معانا على الهاتف يا فندم. شكرا جزيلا حضرتك. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
أنا سعيدة بيها جدا لأن أنا من سكان فيصل بقالي أكتر من 20 سنة، وأول مرة أتفاجئ بيها النهاردة حقيقي، لأن أنا رايحة أرض المعارض، يعني لو فوق الأرض بوصل أرض المعارض مش أكتر مش أقل من 2:30، هنا بالظبط 3 ساعة أو ربع ساعة بكون وصلت هناك. والله هو المحطات الجديدة وفرت وقت كتير للطلاب. هو قبل كده أنا كنت راجع مواصلات من كومية من إمبابة بالظبط، فكنت بركب حوالي مواصلتين أو 3، فالمترو بالنسبة لي إن أنا بركب من كومية لحد هنا على طول من غير ما بدل أو من غير تعب. أنا ساكنة في أحمد عرابي، عشان أجي جامعة القاهرة كنت بركب مواصلتين، بس دلوقتي بركب مواصلة واحدة المترو، ده بالنسبة لي أأمن كمان من أوبر وكده. المحطات الجديدة على مستوى عالي قوي من النظافة والجودة. ابتديت أنا أركن عربيتي وأخد المترو من أقرب مكان لمكان شغلي، فالمترو بديل كويس قوي للعربيات. لا، المحطات الجديدة وفرت معايا وقت ووفرت معايا مجهود، يعني أنا ساكن في بلاك كنت بروح البحوث أركب من هناك، فهنا أقرب ليا وكمان وفرت عليا وقت. أنا شغلي في مثلا في مدينة نصر، فبتوفر عليا وقت ومجهود. محطة جميلة طبعا وسهلت كتير ووفرت علينا كتير جدا. يعني انا من ضمن الحاجات كنت باجي دلوقتي طالع جاي من المنيبة رايح النزهة، فكنت بضطر انزل العتبة وبغير من العتبة، فالموضوع بالنسبة لي صعب جدا. لا جميل ما شاء الله، يعني ما شاء الله دي حاجة جميلة جدا، والبلد في التطور مستمر يعني ما شاء الله.